وما زلنا مع الشيخ الغزالي وكتاب الإسلام والطاقات المعطلة، وبدأنا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن أسباب التخلف اللي وقعت فيه الأمة الإسلامية، واتكلمنا عن فساد عاطفة التدين. خلونا النهاردة نتكلم عن سبب تاني وهو الاستبداد. الأصنام موجودة الآن تعبد وقد قتلت الشعوب. أتتصور أن يحصل انقلاب عسكري في إنجلترا ويطلع لي ضابط لا خبرة له في شيء يقول لك أنا الحاكم بأمري في البلد؟ أبدا. لكن في العالم العربي يسمح بذلك. ليس لنا صديق إلا الله ولا نصير إلا الله، ولذلك يجب أن نصل من قطع من حبالنا معه. بلاد الإسلام للأسف من قرون طويلة واقعة تحت الحكم المستبد اللي كان في العالم كله في وقت من الأوقات، ما كانش بدع يعني في العالم الإسلامي، ولكن باقي العالم كتير منه تجاوز المرحلة دي، بينما فضلنا احنا واقعين في الثقب الأسود ده، واقع انكمشت فيه الحريات الطبيعية وضمرت فيه القوة المادية والأدبية، وسيطر على بلادنا طغاة حولوها لدول رعب. الناس فيها بتعيش جوه الحيط مش بتمشي جنب الحيط. دول رعب الناس فيها أقصى أملها وآخر أحلامها. هناكل إيه النهاردة؟ فكانت النتيجة الطبيعية خراب في الدنيا في عالم المادة. وتفتكروا الدين ما وصلوش الخراب ده؟ لا طبعا، الدين بقاله قرون كارت بيتلعب بيه لصالح السياسة، فتأثر برضو بالجو ده. بل ان الحكام كان من مصلحتهم ان ضماير الناس تموت، ان الناس تنسى حاجة اسمها استفتي قلبك، ويتعلقوا بناس يفتلهم في كل كبيرة وصغيرة حتى في أتفه الأمور اللي المفروض يكونوا عارفينها بالفطرة وبضميرهم. فكانت النتيجة الطبيعية ان الأمة اغلبها بقى عامل زي اصحاب السبت اللي تعاقبوا بالمسخ لان هم تحايلوا على شرع الله. احنا لاننا لغينا الترمومتر اللي جوانا بتاع الخير والشر، الفطرة والضمير، وبقينا بنعتمد على الفتاوى بس. بقت الفتاوى بتلعب بيها لعب عشان تبرر حتى الحرام وتقلوظه بحيث يبان كانه حلال لخدمة مصالح اللي بيحكم طبعا. فيشرعنوا الاستبداد، ويشرعنوا المذابح البشرية، ويشرعنوا الظلم، ويشرعنوا الربا. والنتيجة النهائية دول لا شعوبها عندها ضمير حي يحيي عزائمهم ولا دنياهم وعالمهم المادي في مصالح مادية بتعود عليهم حتى. خراب مادي ومعنوي، فلا تلاقي أخلاق ولا حتى صناعة وزراعة واقتصاد. عشان كده الاستبداد هو حرب على الله وحرب على الناس، خراب للدنيا وللآخرة. الخراب والضعف اللي كانت نتيجته طبيعية سقوط العالم الإسلامي فريسة للاستعمار، لأن المستبدين اللي بيحكموا كانوا شغالين لحسابهم هم ومصلحتهم هم بس، مش لمصلحة شعوبهم. عشان كده الإسلام من البداية يقطع طريق السكة دي بأنه يحرم ظلم الفرد الواحد، فما بالك بظلم شعوب بأكملها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ويقول صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول يوم القيامة آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة جل شأنه، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني؟ فيقول المولى عز وجل: فيما قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قيل هي لله، فيهوي في النار 70 خريفا. الإسلام لو الناس اتبعوه فعلا بيخلق جو وعالم مليء بصيانة كرامة الناس وتقديس حرمة الدماء والأموال والأعراض، الجو اللي الناس تقدر تشتغل وتنتج وتثمر فيه. جو الرعب لا يمكن يؤدي الإنتاج أبدا. ده غير إن الجو ده بيخلي كفاءات تنقرض أصلا، لأن الطاغية اللي بيحكم ما بيسمحش أبدا إن يظهر حواليه حد بيفهم، لازم بس هو اللي يبقى أكتر واحد بيفهم. عشان كده هتلاقي دايما بيسخر من اي حد بيفكر وبيناقش وبيعتبره بينظر وخلاص، لكن هو الوحيد اللي فاهم التيتا. وانا بكلم الكلام ده لمين؟ لرجال الفكر والثقافه والسياسه والاعلام، لان احنا انا بسمع كنت على مدى السنين اللي فاتت كلام كتير في التلفزيون، واقرا كتير من مقالات بتتناول الشان العام في مصر، لكن في فرق كبير يعني سامحوني يعني بين التنظير وبين حل المساله. اللي احنا فيه ده هو ايه يا فندم؟ حل المساله. انا بتكلم في القضايا ومصر عليها مش عشان وجهة نظر، أنا كلام ده قعدت 50 سنة أدرسه وأقول ليه البلد دي كده ولازم البلد دي تتغير وأهلها يعيشوا كما ينبغي أن يعيشوا، وبجيب أمثلة وبختار التوقيتات اللي أكلم فيها الناس والمثقفين والمفكرين اللي كتير منهم بسمع كلامهم في التلفزيون على مدى 30 سنة فاتوا. بس يا ترى لما اتكلمنا كده بس حلينا المسألة؟ احنا كده بنحل المسألة، يعني زي ما تقول البينة الأمارة اهي. والنتيجة إن أي حد بيفهم وبيحترم نفسه بيبقى لسان حاله زي ما قال الشاعر: لما لا أسل من القراب وأغمد، لما لا أجرد والسيوف تجرد، اللي هو أنا شخص كفاءة في مجالي، ليه ما حدش بيستخدمني لمصلحة الأمة؟ أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري،
فبيسيب البلد، ودول المهجر عاملة زي اللي بيسحب نخاع باقي دول الكوكب ويسيبها مخوخة. بيستقطبوا عندهم الكفاءات من كل أنحاء العالم ويدوهم الحرية والعدل ويقولوا لهم اشتغلوا وابدعوا وابنوا معانا وطنكم الجديد. وبمرور الزمن تيجي تبص للنخبة اللي موجودة في بلادنا تحت حكم الاستبدادي، تلاقي ألقاب ضخمة، دكاترة وفلاسفة وعلماء وخبراء استراتيجيين إلخ، وكلهم في الآخر شوية بطاطس، لأن ده بس اللي مسموح إنه يكون موجود، وده بس اللي هيقدر يأكل عيش في البلد دي. البلد اللي بيحكمها إله بيؤمن بنفسه أولا قبل ما يؤمن بالله، وبيؤمن بعبقريته واستحقاقه لمكانه اللي اغتصبه قبل ما بيؤمن بمصلحة الشعب اللي بيحكمه. هنقول للكرسي ده أنا اللي جبتك فيه وأنا اللي حمشيك منه، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، محدش بيجيب حد ومحدش بيمشي حد. طب انت عملت كده ليه؟ اقول له ايه ساعتها؟ فالأمانة تقتضي مني اللي انا فاهمه وشايفه لازم اتصدى ليه واحله. من نتائج الاستبداد كمان انه بيخلق بيئة بيختفي فيها النقد ويزدهر التطبيل فقط، ولو حد انتقد الغلط يتقال له انت ليه ما بتجيبش سيرة الايجابيات؟ انت مش شايف الايجابيات؟ انت متخيلين يا جماعة لما شخص عنده جنون عظمة بالفعل يلاقي كل اللي حواليه بيطبلوا له ومحدش بينتقد اي حاجة بيعملها، متخيلين النتيجة بتكون ايه؟ طب هو يحتاج يغير اي حاجة ليه؟ ما الناس مبسوطة عشان بس الناس اللي بيقولنا ليه ما بتتكلموش على الايجابيات؟ اولا لان الاستبداد مفيش معاه ايجابيات، مش هكلمك على كريزة محطوطة فوق صندوق زبالة واسيب الزبالة اللي في الصندوق. ثانيا النقد والضغط المستمر هو اللي بيجبر المستبد انه يحاول يسترضي الشعب عشان يسكته على الاقل ولو باي حاجة بسيطة. انما لو اختفى صوت النقد الموضوعي هو اساسا راكب ومسيطر بالدبابة، يعبرك ولا يعمل لك حاجة ليه اصلا؟ فما دمت مش قادر تحاسبه لان مفيش اليات لمحاسبة المسؤولين في الدولة اصلا، يبقى ما تسكتش على الغلط لما تشوفه، لان الدولة اللي قايمة على رأي شخص واحد بس لابد وانها تنهار في النهاية طال الزمن او قصر. هتلر قرر يحارب الروس لوحده بالرغم من اعتراض قادة الجيش، فكانت دي اول مصيبة وقع فيها. وبعد كده رفض خطة قادة الجيش عشان يمنعوا نزول الحلفاء لشواطئ فرنسا ونفذ خطة من دماغه لوحده، ففتح على نفسه جبهة تانية في فرنسا ووقع الألمان في الكماشة وتحول نصرهم لهزيمة مذلة. النكتة بقى اننا بعد قرون عايشين تحت الاستبداد، لما بقينا في قعر الكوكب، لما انفتحنا على الغرب اللي انطلق بحرية في كل مجالات الإبداع والتقدم في الحياة، لما انفتحنا عليهم وحبينا ناخد منهم حاجة، رمينا حرية العقل في الزبالة واخدنا منهم حرية الغريزة بس، اخدنا منهم لبسهم او قلعهم، اخدنا عاداتهم، اخدنا تصميماتهم في البيوت وفي الاثاث، لكن الفكر والعلم لا دول ما يلزموناش. احنا التنوير عندنا في الشكل بس، لكن المضمون خليه مظلم زي ما هو ملناش فيه، فبقينا عاملين بالظبط زي الشمبانزي اللي بيقلد الانسان. هل ممكن في يوم من الايام يتحول لانسان بتقليده؟ لا، على عكس دولة زي اليابان مثلا نهضت من كبوة الحرب من غير ما تغير هويتها او تقاليدها او عاداتها، لانهم اهتموا بالمضمون والنتائج النهائية على ارض الواقع. غير ان الاستبداد بيفسد دنيا الناس ودينهم، كمان بيفسد عقولهم بالغذاء الفاسد، غذاء العقول. العقول زي الاجسام بالظبط، الغذاء الفكري الفاسد او الرديء بيتعبها، وده اللي حصل لنا تحت مظلة الاستبداد اللي خلى الناس بيجروا وراء اوهام ومش شايفين ارض الواقع تحت رجليهم، بيجروا خايفين من سراب عشان يحتموا بسراب تاني. حتى في الدين تلاقي افكار بتنسب للدين مسيطرة على عقول الناس لمصلحة المستبد اللي بيحكم طبعا، او مستبد تاني اصغر منه بيتاجر بالدين ومبسوط بسلطته الدينية على نفوس اتباعه، افكار وتصورات ما انزل الله بها من سلطان وتنسب لله سبحانه وتعالى ويدرسها الناس على انها دين، لكن تيجي تمحصها وتحفر وراها تشوف اصلها ايه تلاقيها هراء ملاش اي اساس، او تلاقيها مجرد رأي شخصي لمجتهد. ولكن الرأي البشري ده بيتقدم للناس على انه امر الله، على انه تشريع، وبيقدم الظن للناس على انه حقيقة يقينية. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف مثال بسيط في مسألة فقهية بسيطة. ابن حزم مثلا بيقول ان ابن الزنا زيه زي اي مسلم ممكن يؤم الناس في الصلاة عادي، لان الامام المقياس الوحيد اللي المفروض يتم تقييمه به هو قراءة القرآن والفقه والسن وحسن السيرة بس. ولكن الامام مالك كاره امامة ابن الزنا. طب ايه دليله؟ مفيش دليل، لا في حاجة في القرآن ولا السنة بتقول كده، ده رأيه واجتهاده الشخصي الغير ملزم، لان شرعا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولا تزر وازرة وزر اخرى. هو ملهوش ذنب في خطية أبوه وأمه. في ناس احتجوا وبرروا الرأي ده وقالوا لأن المأمومين هينشغلوا عن الصلاة بأنهم يفكروا في الإمام وأنه ابن زنا فهيلهوهم عن الصلاة، اللي هو سيناريو عجيب جدا. الدليل سيناريو افتراضي مش نص شرعي من الكتاب والسنة. ده مثال بسيط وفي زيه كتير، آراء هي اجتهادات، ولكن الناس لأنهم ما يعرفوش الفرق بين الرأي والحكم الشرعي الثابت بيعتبروا الآراء
أحكام شرعية، وأصبح الظني واليقيني عندهم زي بعض سواء كل واحد. الله سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع الظن والأمور العايمة اللي مش واضحة، وعرفنا أننا مسؤولين عن الحواس بتاعتنا عشان ما نخليش حد يخدعنا ويخلينا نمشي وراء عمياني. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، زي ما ذم أهل الكتاب إن هم مشوا في الطريق ده، طريق الظنون والأوهام والانفصال عن الواقع. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. نفس الحاجة بالنسبة لعبدة الأوثان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. اتباع الظن ده مصيبة. فتخيل لما يكون دين الأمة ودنياها كلهم مبنيين على الظنون. يعني إيه؟ يعني الناس عايشة على الكلام اللي شكله حلو، بيندهك عليهم بالكلام المؤثر، بالكلام الحمصي اللي بينسب للدين وما أنزل الله به من سلطان أصلا. الناس في الدنيا والدين عايشين في عالم موازي ملوش علاقة بالواقع نفسه ماشي إزاي وسنن الله سبحانه وتعالى فيه إيه. زي إيه برضو مثلا؟ تعالوا نشوف مثال. لو أنا دخلت عليه وناقشته ممكن أتشتم مثلا. ده بوست على فيسبوك، واحد بيقول إنه بيشعر بالشفقة على الناس في الغرب عشان ما عندهمش أبطال حقيقيين في تاريخهم، عشان كده بيعلموا أولادهم الشخصيات الوهمية وينتجوا أفلام عن من 5 أجزاء عن باتمان وسبايدر مان وسوبر مان، ويدافعوا عن كوكب الأرض وعن أمريكا، وإنه بيشفق أكتر على المسلمين الرويبضة اللي بيعلموا أبنائهم الشخصيات دي وبيسيبوا تاريخنا اللي فيه أعظم قائد عسكري في التاريخ. قال له طب ما الكلام حلو هو، إيه المشكلة؟ أقول لحضرتك المشكلة إيه؟ المشكلة إنه حلو وبس، لكنه ملوش علاقة بالواقع. يعني اللي كاتب الكلام مشفق على الغرب عشان ما عندهمش أبطال في تاريخهم، وبيشتم اللي بيعلموا أبنائهم عن شخصيات الأبطال الخارقين الوهميين بتوع الغرب. طيب واقعيا بقى على أرض الواقع، بص تحت رجلك كده وقول لي مين اللي على أرض الواقع مثير للشفقة، اللي ما عندهمش أبطال في تاريخهم بس مسيطرين على العالم ذاته النهاردة، ولا اللي عندهم أبطال في تاريخهم بس محتلين بالوكالة النهاردة وتابعين للغرب ومكتفين باكترار الماضي ومصمص الشفايف؟ وبعدين هو مين اللي بيعلم أولاده تاريخ الأبطال الخارقين سواء عندهم أو عندنا؟ أو إحنا للأسف مخيلتنا كأمة حالياً ومن قرون مليانة بكلام زي ده لا يقدم ولا يأخر. متخيلين كان حالنا هيبقى إيه لو كل أفكارنا لها رجلين على أرض صلبة، لو كلها ماشية بمنهجية علمية في الاستدلال، لو الناس بيقدروا يميزوا بين الحقيقة أو الحكم الشرعي وبين الرأي الشخصي أو الاجتهاد وبين الظن أو الافتراض، لأن الفرق كبير جدا بين الثلاثة. النهاردة أغلب الكتب اللي بتصدر أو بتتنشر أو أغلب ما يبث عموما على مختلف المنصات بهدف الدعوة أو الكلام في الدين أغلبه مليان بالصعبانيات والمنطق المغلوط والظنون، وأغلب الناس لو جيت تناقشهم في تفاصيل الكلام ده وتحلله عشان تقول لهم انه غلط ممكن يكفروك، مع انك بتكلمهم عن كلام من صناعة البشر، آراء بشر لا يوحى إليهم، كلام أرضي ولكن عليه مسحة السماء، منتحل شخصية انه له علاقة بالدين. نشوفكم على خير إن شاء الله.